تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور نخبة من كبار الأطباء والشخصيات العامة، انطلقت فعاليات تدشين مؤسسة فرصة حياة للأعمال الخيرية لرعاية الأطفال المصابين بالأمراض النادرة. وتأتي فكرة انطلاق المؤسسة لتكاتف الجهود المدنية مع جهود الحكومة لمكافحة هذه الأمراض النادرة التي يصل عددها في مصر ل200 مرض. احنا طبعا كلنا كنا، الشارع كله كان اتأثر برشيد وقصته من اول ما تعب لحد ما الحمد لله وصلنا ان احنا لحد اخر جنيه لعلاجه. كانت الدنيا كلها اتأثرت بيه، ومن بعديها اول ما تم علاج رشيد اللي كان قائم على الجروب ده او التجميع لرشيد كانت الدكتورة غادة. فمن بعديها قررنا او اجتمعنا ان احنا ان شاء الله نقدر نعمل حاجه نفيد بيها باقي الناس اللي محتاجه العلاج للامراض النادره، خصوصا ان تقريبا الموضوع بيبقى صعب معاهم للتكلفه المبالغ فيها لعلاجهم. فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل بدل المره، الحمد لله احنا دلوقتي في معانا سادس حاله او سابع حاله. فالحمد لله كل ما بنفتح حاجه الحمد لله الدنيا بتمشي. فطبعا احساس مش عايز اوصفه لك، انك في حد بيبقى مريض قدامك وانت شايفه وبتتفاعل معاه هو شخصيا، يعني في التبرعات الناس دايما بتحب تشوف حاجه قدامها من اول الموضوع لحد اخره، يختلف عن التبرعات لاي حاجه. الواحد بيتسحب بيسهم وبيشوفش الحاجه دي رايحه فين، لكن الاطفال دي فعلا احنا عايشين معاهم وعلى طول متواجدين معاهم، وفي منهم النهارده ناس موجوده. احساس السعاده والفرحه ان انت بتشوف حاجه قدام عينيك فعلا انت قدرت تساعد فيها، خصوصا ان الامراض دي بتبقى عبء على اي دوله في العالم مش في مصر بس. فبدل جات الفرصه ان احنا نقدر نساعد ونقف نعمل حاجه في البلد، وخصوصا ان الناس في الاعمال الخيريه في مصر فعلا انت مش متخيل. وقت ما بنقول ان في حد محتاج حاجه انت مش متخيل الناس بتعمل ايه. فعلا احنا الحمد لله ما قابلتناش اي مشكله في تجميع التبرعات للاطفال، وبتبقى اسرع مما احنا متخيلين يعني الحمد لله. والوزاره التضامن الصراحه يعني ما قصرتش في اي حاجه، وسرعه فتح الحساب كانوا للاطفال باساميهم، وسرعه الاجراءات ان احنا حتى الفلوس اللي احنا عايزين نجيب بيها علاج من بره. يعني انت وقت الخير فعلا او وقت المشكله فعلا بتبان البلد او بتبان الوزاره وتبان الناس اللي شغاله في كل منصب فيها بيبانوا في الوقت ده فعلا. بس فاحنا ان شاء الله سعداء جدا ان احنا النهارده تدشين المؤسسه، وفخورين ان احنا ان شاء الله وصلنا للمرحله دي، وان احنا عندنا جدول ان شاء الله الفتره الجايه عاملين برنامج كبير هيبدا من النهارده ان شاء الله، وبنتمنى ان هو يكمل على خير. الامراض النادره هي تعريفها الرسمي العالمي ان هي تكون معدلها حاله من لاكثر من 2000 طفل من المواليد في بلد معين او عالميا. فلما يكون المعدل اقل من هذا الرقم بتعني محسوبه على الامراض النادره. في منها ما يصيب الجهاز العصبي، في منها ما يصيب الجهاز التنفسي، في منها ما يصيب امراض الدم او خلايا الدم، في منها ما يصيب العضلات، في منها ما يصيب الغدد. فهي ملهاش مكان معين في الجسم، وساعات بتكون اكتر من عضو في نفس الوقت. للاسف هي معظمها وراثي، فهي بتختلف من اختلاف الدوله يعني او المجتمع. يعني مثلا المجتمع المصري فيه عندنا امراض معينه اكثر وجودا اكثر ظهورا من دول اخرى، يبقى في مرض ممكن يكون نادر في مرض في دوله اخرى ويكون مش نادر عندنا، والعكس صحيح، ممكن المرض يكون عندنا نادر ويكون موجود اكتر في دوله تانية وهكذا. مثلا دول الخليج في هناك امراض معينه وراثيه، مصر فيها دول معينه وراثيه، اوروبا فيها دول معينه وراثيه، بتختلف حسب البيئه. وللاسف العلاج بتاعها بيكون غالبا ما بيكون غالي، بيكون مكلف، بيكون صعب. ولكن حاليا من التقدم العلمي بدات علاجات تظهر، طبعا حتى الان هي في طور الاسعار العاليه جدا جدا جدا. في منها بيكون علاجه حاجه اسمها ريبليسمنت ثيرابي، يعني مثلا في نقص في انزيم نجيب الانزيم ده نعطيه، في ساعات بيكون نقص في جهاز معين في خلايا معينه نحاول ان احنا نسبورت ده بطريقه معينه بعلاج معين
على حسب نوع المرض. وفي منها ما بيكون علاجه هو زرع النخاع الشوكي، معناها ان حصل فشل في النخاع، وفعلا بيكون ساعتها زرع النخاع هو العلاج المناسب لهذه الحالات. احنا للاسف يعني قبل كده، قبل ما الادويه دي تظهر او كده، كان دايما بنقول للناس ان مفيش علاج. مفيش علاج ليه؟ لان احنا كنا عارفين ان مثلا ممكن مثلا ندي مثال مثلا بمرض معين العلاج بتاعه مثلا الحمله الواحده ب10 او 15 مليون. مين هيقدر على ده؟ في حتى لو حد مقتدر، احنا في مصر حتى الطبقه المتوسطه او ممكن حتى الغنيه ما تقدرش على الادويه دي. فكان من هنا فكره التحدي اللي احنا عملناه، ان احنا نبدا مع الحالات حاله بحاله، اللي احنا فعلا حتى الان وقفنا جنبهم الحمد لله، والمجتمع كله وقف جنبهم، وقفوا جنبنا احنا كمان عشان نعرف نساعدهم. فبدا ان احنا نحاول نوفر هذه العلاجات وهذه وطرق العلاج دي للامراض دي، وعلى قد ما نقدر هنحاول نساهم باكبر قدر ممكن في الحالات الموجوده في المجتمع. لو جينا نتكلم عن الامراض العصبيه في او العضليه والعصبيه، في مثلا الدوشين ده مرض بيصيب عضلات الجسم، بيسبب زي شلل متزايد لغايه ما في فتره معينه ممكن يوصل الى فشل في الجهاز التنفسي والطفل فعلا ما بيكملش. في الاس ام اي، وده كان اول طفل واول طفلين عندنا في المبادره اصلا عملناهم، كان الاس ام اي اللي هو السبينال ماسل اتروفي او ضمور العضلات الشوكي، وكان ده الحمد لله ان تم اكتشاف ليه علاج من 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 فتره قصيره جدا، وكان طبعا ده يعتبر اغلى دواء في العالم بدون منازع، ان يعني هو معروف انه اغلى دواء في العالم، وده فعلا علاج نهائي بيعالج، لكن على شرط ان احنا نكون في حاجه اسمها العمر الذهبي. العمر الذهبي اللي احنا نلحق الطفل قبل ما تتاخر حالته ويبقى الموضوع غير قابل للعلاج. احنا الحمد لله احنا الاول الموضوع بدا عن طريق استاذه غاده منيب، هي اللي هي رئيس امناء المؤسسه. هي فعلا تحمست جدا لما سمعت عن طفل مصاب بالاس ام اي اللي احنا قلنا عليه، وان هو فعلا تحدي والناس قالوا مالكش علاج وخلاص. اهله يعني في محاوله اخيره يعني دعوا ربنا اكيد في يوم مفترج يعني، وبعد كده قاموا ناشرين الموضوع مع المجتمع وعلى السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. فهي خدت التحدي وخدت الموافقه من وزاره التضامن، وفعلا لقينا جميع انواع الدعم من وزاره التضامن والدكتور نيفين قباج والدوله كلها، ان احنا فعلا نجمع الرقم حتى لو هو كان رقم غالي جدا جمعناه. الولد فعلا اخذ العلاج بتاعه والحمد لله تحسن، والحمد لله على قدر الحياه حتى الان. وكانت دي البدايه بتاعت المؤسسه، واظن يعني دي كانت البدايه اللي ممكن تخلي الناس كلها تتحمس، ان فعلا في ناس بيتقال لهم مالكوش علاج، وان شاء الله يبقى لهم علاج. طموحاتنا ان احنا نغطي اكبر قدر ممكن من الامراض، اكبر قدر ممكن من الحالات، ان احنا في يوم من الايام ربنا يوفقنا ونعمل بنك لزرع النخاع في مصر، لان احنا في مصر ما عندناش حتى الان بنك لزرع النخاع. لو عرفنا في وقت ما الوقت ان شاء الله بمساعده الدوله والمؤسسات كلها ان احنا نعمل حاجه زي دي، اظن ده هيبقى اكبر انجاز ممكن نعمله في حياتنا كلها. البدايه جت لما انا قريت البوست بتاعت مامه رشيد، ولاني رشيد طفل مريض ضمور عضلات الشوكي، وتكلفه علاج رشيد كانت غاليه جدا، لان الحقنه من اغلى العلاجات اللي في العالم، بتكلف 2 مليون دولار، 125 الف. فانا حطيت نفسي مكانها وفكرت هي هتعمل ايه. الفكره كانت بسيطه جدا، ان احنا لو 140 الف بني ادم لكل واحد فينا اتبرع ب 250 جنيه هنقدر ان احنا نجمع المبلغ المطلوب اللي هم 35 مليون جنيه. تواصلت مع وزاره التضامن، والحمد لله هم ساعدوا في فتح حساب تبرعات على اسم طفل، وابتدت الرحلة من هنا، وقدرنا نجمع 35 مليون جنيه في 18 يوم. بعد كده بقى عندنا حالات تانية، في 5 حالات أخرى في خلال 6 شهور اللي فاتوا، والحمد لله ان احنا قدرنا طبعا مع الشعب وكل الناس ساعدت، اذا كانت مؤسسات، رجال اعمال، قنوات اعلامية، مؤسسات اعلامية، الدولة، كل حد بصراحة ساهم وشارك ان احنا نقدر نساعد الاطفال دي. التحديات طبعا تكلفة العلاج، وعشان كده أنا حبيت إن احنا يبقى عندنا مؤسسة عشان يبقى عندنا اكسبوجر أكبر، إن أنا أقدر أساعد الأطفال، لأن التحدي كله في حاجتين. التوعية دي حاجة مهمة جدا، إن الناس دايما رابطة فكرة كلمة مرض نادر إن ملوش علاج، لكن دلوقتي الحمد لله هم ليهم علاجات، لكن تكلفتها عالية جدا. فالتحدي التاني إن احنا نقدر نوفر للأطفال دي، لأن المبلغ اللي أنا يعني طلبته في الأول من الناس مبلغ صغير، يمكن يعني انا افتكر ان حضرتك في موضوع رشيد ان في حد اتبرع ب6 جنيه، وفي شركه كبيره اتبرعت بمبلغ كبير ب2 مليون ونص. فال6 جنيه وال2 مليون ونص والشعب كله، انا يعني مقتنع اقتناع تام، هو دول اللي جمعوا ال35 مليون جنيه، وجمعوا طبعا بقيه الاطفال الثانيه.
فالوعي وان احنا التحدي كبير بالنسبه لنا كمان التشخيص البدري، كل ما قدرنا ان احنا نشخص بدري فهنلحق ان الاطفال دي ما يحصلش ليها ضرر، لان لما بيحصل الضرر ما بتقدرش ان انت يعني العلاج ساعتها مش هيبقى مفيد. طموحاتنا ان احنا نقدر نعالج اطفال بعدد اكبر طبعا، يعني ده اكبر طموحاتنا، ويعني ان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نعمل توعيه زي ما قلت لحضرتك وان احنا ناخد اكبر عدد من الاطفال ان احنا نقدر نساعدهم. هناك امراض نادره كثيره، في امراض بتخص امراض الدم، في امراض بتخص الاعصاب، في امراض اخرى تخص العضلات، في امراض تخص الكبد الطحال، كل اعضائنا ممكن يكون فيها امراض نادره. نادرة يعني حدوثها قليل جدا، نسبة حدوثها قليلة جدا بالنسبة للمجتمع. يمكن هناك أمراض كتيرة موجودة بتصيب الجهاز العصبي، والجهاز العصبي ده بيبقى أحيانا بيبقى عايز أنواع معينة من الأدوية، زي مثلا في مرض زي مثلا مرض اسمه الجوشر، ده في إنزيم معين ناقص في الجسم، لما بنديله الإنزيم ده الطفل بيبقى طبيعي أو بيبقى قريب جداً جداً إلى الطبيعية. في أمراض تانية بتبقى محتاجة إلى زرع نخاع، وجود زرع نخاع، مش كل طفل محتاج زرع نخاع، بنلاقي حد من أهله من إخواته أو من الأم أو الأب متوافق معه في الأنسجة، فلازم يكون هناك بنك للنخاع، وخصوصاً إحنا مصريين كلنا يعني متشابهين، وممكن نلاقي في البنك حاجة متوافقة مع الطفل رغم عدم وجود هذا مع خلال الأسرة، وده ممكن ينقذ الطفل نفسه. وجود الجينات اللي هو العلاج جيني لبعض الأمراض، زي مثلا مرض أنيميا البحر المتوسط ومرض الأنيميا المنجلية وبعض الأمراض الأخرى اللي بيبقى فيه خلل في أنزيم معين داخل الجسم. لو أنا اديت له عملت له علاج جيني، اديت له جين اللي ممكن يجيب لي الإنزيم ده، ممكن أنقل الطفل من طفل غير طبيعي لطفل طبيعي، وطبعا ده يعني هيدي طفل عامل ومؤثر وليه فانكشن، ليه شغل في قلب المجتمع، وهتخلي طبعا الأسرة نفسها هتبقى كويسة قوي. في حاجة مهمة قوي، إن من الحاجات اللي بتساعد على وجود هذه الأمراض النادرة زواج الأقارب، فلازم يكون عندنا وعي جامد جدا إن إحنا ما يعني نبتعد شوية عن زواج الأقارب، وإن إحنا نعمل وعي للشعب من خلال التلفزيون ومن خلال الإذاعة عن الأمراض الوراثية، وعن يمكن الطلبة الحاجات اللي بطالب بيها إن الطلبة في الثانوي يتعلموا ازاي ايه الامراض المنتشره حتى في مصر، عشان لما نيجي نقول لهم اعملوا الفحص قبل الزواج، ده مهم جدا، لان كتير جدا ما بيعملوش فحص قبل الزواج، بيجيبوا شهاده اي كلام وخلاص، والنتيجه ان لما بيتجوزوا اتنين قرايب بيحصل ان بيجي طفل غير طبيعي، حتى لو مش قرايب لازم يعمل برضه فحص قبل الزواج، اللي ممكن يجيب برضه طفل غير طبيعي. لازم يكون في تظافر في يعني الجهد بين الحكومة وبين المجتمع المدني، لأن دي حاجة مهمة جدا، ودي حاجة يعني لازم المجتمع المدني يشارك فيها زي كل البلاد. يعني في بلاد كتيرة برا إيفن أمريكا تلاقي في مجتمع مدني بيساعد برضو مع الحكومة، لأن الحكومة مش كل حاجة، مفروض الحكومة بتساعد، إنما لازم المجتمع المدني يساعد أيضا عشان نوصل لنتيجة كويسة، ويبقى معظم الولاد اللي عندهم خلل جيني أو عندهم مرض محتاج إلى سبورت أو دعم يعني مادي عشان يقدروا يعيشوا كويس، يقدروا يعيشوا. مثلا نعمل بنك للخلايا الجذعية أو الخلايا الأم، البنك ده عايز فلوس وعايز وعي للشعب عشان الناس تروح تتبرع وتدي فعلا نقاع، أو تشوف إيه اللي عندها اللي ممكن تديه لغيرها من غير هو ما يتأثر، من غير هو ما يجرله أي حاجة، ويقدر يعيش كويس، يدي فرصة حياة كويسة لطفل معاق أو طفل عنده خلل ما عنده. إمكانيات دي عايزة ماديات، والماديات دي لازم يكون فيها تظافر بين الحكومة وبين المجتمع المدني، ولازم نعمل سبورت يعني دعم جامد قوي في الجامعات ومراكز الأبحاث، ولازم كمان ندعم الأبحاث في مصر، ما نقفش ضد الأبحاث في مصر، لأن شايفة إن الأبحاث في مصر في عوائق كتيرة قوي قوي بتقف ضدها، رغم إحنا كمصريين علماء معروفين على مستوى العالم، والعالم كله يعني بيحاول يجيلنا علشان فعلا نبقى مركز من المراكز اللي بتكتشف
العلاجات الجديدة بالنسبة للأمراض وخصوصا الأمراض النادرة والأمراض الوراثية. التوعية مهمة جدا جدا جدا، الكشف المبكر مهم جدا جدا جدا. عاوز أقول لحضرتك إن في بعض البلاد زي قبرص مثلا لا يمكن يحصل فيه زواج بين واحد وبين شاب وشابة إلا إذا جاب ورقة رسمي ومختومة مش مزورة إن هم اتعمل لهم كشف وإنهم عملوا فحص قبل الزواج، وإنهم لو عرف طلع إن في عندهم مرض لازم في مراكز تبع الحكومة تبع الصحة اسمها المشورة الوراثية قال لهم لو جوزتوا انتوا الاثنين في احتمال كذا في المية هيجي لك طفل معاق أو مريض، عشان ده بيخلي الناس كلها واعية وتتجنب حدوث مثل هذا. وأنا من الحاجات اللي بطالب بيها إن لازم ندرس في الثانوي الأمراض الوراثية وكيفية التغلب منها والتجنب، عشان ما يجي الشاب وهو في ثانوي درس ما يجي يكبر ونقول له روح يعمل كشف أو يعمل لازم تجيب شهادة قبل ما تتجوز وتتأكد، هيروح وهو مقتنع، إنما كده عمره ما هيقتنع. طبعا وجودنا النهاردة كوزارة التضامن الاجتماعي بنشهد تدشين بداية أحد مؤسسات المجتمع المدني الجديدة اللي بتعمل في مجال خدمة أطفالنا المرضى من الأمراض النادرة، مؤسسة فرصة حياة للأعمال الخيرية. بكل تأكيد وزارة التضامن الاجتماعي ده دورها في دعم كافة مؤسسات المجتمع المدني في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام للمجتمع المدني. حقيقي الفترة الحالية بنشهد تميز وبنشهد تطور كبير جدا في العلاقة ما بين الدولة وما بين المنظمات المجتمع المدني وما بين القطاع الخاص، شراكة حقيقية من أجل خدمة المواطن المصري وحماية المواطن المصري. فالنهاردة دي أحد الجمعيات الجديدة اللي بتعمل في إطار مبادرات لحماية صحة الإنسان والحفاظ على صحة الإنسان منذ بداية ولادته، فبكل تأكيد بندعم ذلك، والدستور المصري والقوانين المصرية بتأكد على ذلك. من أجل ذلك بنتحد من أجل مؤسسات مجتمع مدني قوية في مصر تدعم وترعى المواطن المصري، خاصة مجال الخدمات الصحية من المجالات المتميزة اللي بتشهد طفرة في العمل الأهلي، وبتشهد شراكة كبيرة ما بين مؤسسات المجتمع الأهلي وما بين الحكومة من أجل رعاية وخدمة وصحة المواطن المصري. فالوزارة بتمد يد العون لكافة مؤسسات المجتمع المدني في ظل قانون جديد بيسهل إجراءات إشهار الجمعيات، في ظل قانون جديد بيشهد لأول مرة تنظيم عمل المبادرات التطوعية وتنظيم عمل جمع التبرعات داخل جمهورية مصر العربية في إطار من الحوكمة والشفافية لخدمة العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية.